تحسب لك في البصرة وفي الشمال والآن في بغداد، يعني هالنقطة من الشباب العراقي اليوم خصوصا الأحداث اللي مرينا بها خلال الأيام الماضية. نطمئن، رسالتي اليوم ذهابي إلى مخمور في محافظة أربيل في كردستان العراق. نطمئن، رسالتي اليوم ذهابي إلى مخمور في محافظة أربيل في كردستان العراق، ومن ثم البصرة، هو رسالة للإرهابيين.